الصحة والجمال لون جديد للحياة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي شاشة الصحة والجمال في كل مكان، ولقاؤنا يتجدد معكم مع برنامجنا وبرنامجكم بيت الرشاقة. الرشاقة ليست ضربا من ضروب الخيال أو المستحيل، فكل منا يستطيع الحصول على جسم رشيق ومتناسق، لكن بشرط واحد فقط وهو الإصرار والعزيمة. فلندخل في تحدي مع أنفسنا بأننا سنحقق يوما ما حلمنا بالرشاقة. وصحيح بأن الإنسان يقاس بأفعاله لا بشكله، لكن الأروع حينما نملك الشكل الحسن والأخلاق الحميدة. اليوم في هذه الحلقة من بيتنا بيت الرشاقة سنفتح غرفة جديدة لنصول ونبول بين ثناياها، لنحدد مواطن ضعفها وخللها، ومن ثم نستطيع القيام بترميمها حتى تكون على أفضل حال. غرفتنا اليوم في بيتنا بيت الرشاقة هي السمنة. ولكن اسمحوا لي قبل أن نبدأ هذه أو قبل أن نفتح هذه الغرفة أن نرحب بصاحب هذا البيت والذي يملك مفاتيح جميع غرفه المغلقة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم دكتور إسلام بردرة، أخصائي التغذية والسمنة. أهلا وسهلا بك دكتور، شرفتنا. أهلا بك محمد، شكرا موصول ليك وللسادة المشاهدين، ومقدمة جميلة أشكرك عليك. أشكرك. كيف هو حال البيت اليوم؟ البيت إن شاء الله النهاردة يكون بخير. إن شاء الله يا دكتور. أيضا أعزائي المشاهدين نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم عبر أرقامنا اللي هتظهر على الشاشة، أو ابعتوا لنا على SMS كل ما يصول ويقول في عقولكم حول موضوع السمنة، ولكن هذا سوف يكون في آخر فقرة من فقرات هذه الحلقة. دكتور إسلام، في البداية، مشكلة السمنة من المشكلات التي تواجه العديد من الأشخاص، يعني 10% حول العالم، وهذه النسبة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية يعانون من هذه المشكلة، ومن ثم من الممكن أن ينتج عنها العديد أو المشاكل الصحية. طيب السؤال بشكل مباشر، ما هي أضرار السمنة؟ طيب خلينا الأول بس نصحح تصحيح بسيط ونقول إن نسبة 10% المذكورة دي خاصة بالسمنة المفرطة. السمنة المفرطة يعني الناس اللي معامل كتلة الجسم بتاعهم فوق 40، ودي درجة خطيرة شوية من درجات السمنة. لكن احنا لو بنتكلم عن السمنة كنسبة بشكل عام، أو لمجرد بس إن أي حد بيزيد معامل كتلة الجسم بتاعه عن 30، لا، احنا هنلاقي النسب تتجاوز هذا بكثير، خاصة في بلدان الشرق الأوسط، المجتمعات الشرق أوسطية على رأسها مصر طبعا، دول الخليج، وفي نفس الوقت كمان حتى في المجتمعات الأوروبية، لأن نمط الحياة كل ما كان مريح أكتر كل ما هيكون فيه ميل أكتر للسمنة. إذا هناك فرق ما بين السمنة المفرطة والسمنة الموضوعية والسمنة بشكل عام، والنسب تختلف بحسب الأنواع. طبعاً. العشرة في المية دي أعتقد أن المقصود بها هو السمنة المفرطة، ولكن ليس السمنة ككل. أضرار السمنة بشكل عام. خلينا نرجع بقى للسؤال اللي حضرتك سألته، وهو سؤال في غاية الأهمية أحييك عليه. أشكرك. السمنة عشان نقول إن ليها أضرار، السمنة ليها أضرار تتعلق في كل ما يتعلق بجوانب حياتنا، سواء البدنية أو العضوية، وسواء أيضا الجانب النفسي. يعني عشان نقسم أضرار السمنة أو نتكلم عنها، لازم ما نغفلش الحديث عن الشق العضوي أو الأثر العضوي للسمنة، والأثر النفسي أيضا للسمنة، لأن الشق النفسي دايما مهضوم يا أستاذ محمد. الشق النفسي في السمنة سواء كعلاج أو كأضرار أو كتقييم دايما مهضوم. يعني هناك يعني الأضرار تمن يعني قسمين، النفسية والعضوية. ده كلام سليم. جميل. أو دائما اي مرض من الامراض قد يصيب الانسان دائما يكون له علاقه بالصحه النفسيه كما تحدثت. تمام. طب اذا ما تحدثنا في شق الصحه النفسيه، كيف تكون السمنه او ارتباط السمنه في الصحه النفسيه؟ الارتباط وثيق جدا، يكفي بس ان احنا نقول ان الدراسات اثبتت ان من 80 ل 90% من الناس اللي بيعانوا من السمنه، في من 80 ل 90% منهم بيعانوا من حاجه اسمها مود ديستربنس او اختلالات المزاج. نقول كمان ان 10% منهم يوصل به الحال لدرجه الاكتئاب، يعني الاكتئاب المرضي. 10% من الحالات المصابة بالسمنة بيكون عندها نسبة أو ميل إلى الاكتئاب، 10% تصل لدرجة الاكتئاب الحقيقي. رقم 2، خلينا نقول نتتبع كده، لو احنا عندنا طفل، لو احنا عندنا شاب، لو احنا عندنا حد في مقتبل العمر وبيعاني من السمنة، تخيل مع ضغوط المجتمع هيتعرض ليه يا استاذ محمد؟ هيتعرض للآتي. صحيح. رقم 1، ان هو هيكون عنده حاجة اسمها ان هو هيتميز تميز سلبي. يعني ايه تميز سلبي؟ يعني زي ما انا بوصم انسان ان فلان متفوق، فلان ذكي، فلان جيد، هيكون فلان تخين. هتكون مختلف بطريقة سيئة.
بالظبط اللي احنا بنقول عليه تمييز سلبي، يعني هيوصم بوصمه السمنه ان هو ده فلان تخين. الكلمه دي تحصره في مجموعه من التابوهات المجتمعيه الغير جيده، لان احنا حتى على تاريخ حياتنا وعلى الصوره الذهنيه بتاعتنا عن الشخص السمين ان دايما قدراته العقليه قليله، ان دايما حد مش ناجح، ان دايما حد مش متحكم في شغله، ولا شخص غير مرغوب فيه لدى العديد من الاعمال. تمام بالظبط كده. فمباشره ده هيقودنا لفكره فقدان الثقه بالنفس. فقدان الثقه بالنفس هيقودنا لفكره السوشيال ايزوليشن او العزله المجتمعيه. صحيح. وبالتبعيه لو طفل او شاب او حد في مقتبل العمر هيبتدي يفقد مهاراته الاجتماعيه، يعني قدرته على التواصل مع الناس، قدرته على انشاء العلاقات، قدرته على التواصل مع الطرف الاخر او مع الجنس الاخر، وده في مراحل بيكون مهم جدا. تمام. وبالتبعيه هيقودنا لحاجه اسمها البور سيلف ايمج، يعني الصوره النفسيه السيئه. يفضل الانسان ده طول عمره وبيجيلنا وبيواجهنا حالات من هذا الشكل، يقول لك انا خسيت وحاسس ان انا بقيت كويس، بس عمري ما بحس من جوايا ان انا خاسس، ان انا خاسس، عمري ما بحس من جوايا ان انا صورتي جيده. ده نتيجه عن الانطباع الذهني اللي ترسب في ذهن الشخص ده قبل كده. مسبقا على فترات من السنه هو خلاص بقى عنده الامبريشن او بقى عنده الانطباع ان انا جسمي سيء، ان انا حالي سيء، ان انا اقل شانا من الاخرين، حتى لو قدراته العقليه افضل والادراكيه افضل. ومن هنا نقطه لازم نشير عليها، لو انا عندي طفل في مراحل نمو تاثير السن عليه نفسيا قد يكون قد يكون اخطر من تاثيرها عضويا. لو انا عندي بنت او عندي حد في مقتبل العمر تاثير السن عليه نفسيا نفس الشيء. دائما الصحه النفسيه او دائما العامل النفسي مهم جدا لدى اي حد، لدى اي فرد منا. حاليا في ظروف مجتمعنا الحاليه اصبحت الامور تنافسيه الى حد كبير في كل شيء، في مجال الاعمال، في مجال الحياه الاجتماعيه حتى. ودايما الشخص التخين حقه مهضوم، او الشخص اللي موسوم بان هو مصاب بالسمنه حقه مهضوم او منتقص في هذه القصه. يعني زي ما بقول لحضرتك بيواجهنا نماذج، الاقي حد جاي لي ناجح جدا على صعيد الدراسه، مستواه الفكري والذهني عالي جدا، ولكن هو مش واخد حقه نتيجه لفكره ان هو السمنه حصره في اطار مجتمعي معين، في تابو مجتمعي معين ان هو شخص فاشل او او او، فلا يتلقى ما يليق به من ناحيه قدراته. وربما هذا يقودنا لموضوع لابد ان يعني ان المجتمع يعني يعي جيدا فكره السمنه وجيدا فكره اصبحت مثل العصر يعني محمد. فكره القدرات فقط يعني هي التي من المفترض انها ان تتحكم فينا وان تكون عاملا اساسيا في كل. طب يا دكتور حضرتك قلت لي ان احيانا من الممكن ان في حد جالي بيخس لكن العامل النفسي بتاعه مش كويس، دايما حاسس ان هو لسه عنده سمنه. طب تمام. ازاي تقدر تخرجه من المود بتاعه ده؟ تمام. الخروج من المود يتطلب الاول تحقيق اهداف متدرجه. احنا لما بنيجي نحط برنامج لعلاج السمنه ما ينفعش ان انا يكون هدفي هدف عشوائي او هدف على المشاعر انا هخس وفقط. لازم احط نقاط توقف وتقييم. نقاط التوقف والتقييم دي هتسهم في تغيير الصوره النفسيه تدريجيا. ايه هي نقاط التوقف والتقييم دي؟ بتكون نقاط طبيه ونقاط نفسيه في نفس الوقت. يعني لما اقول للمريض بتاعي انت حاليا معامل كتله الجسم بتاعك وهو وسيله من وسائل تقييم السمنه اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله او تكون اشرنا اليها كمان في حلقات سابقه. لما اقول له مثلا انت حاليا معامل كتله الجسم بتاعك 40، يعني انت داخل على سمنه مفرطه. لما يوصل لوزن معين اقول له ستوب، لا انت انجزت، انت بقى اصبح معامل كتله الجسم بتاعك 35، يعني انت كده تحولت من مريض سمن الدرجه مفرطه لسمن الدرجه ثانيه. لازم هنا نعيد التقييم، شوف نسب الدهون عندك كانت كام وبقت كام. شوف مقاس لبسك كان كام وبقى كام دلوقتي. اقف قدام المرايه وبص لنفسك. ما تخجلش من نفسك، اكسبت يور سيلف، اقبل نفسك. عشان قبلانك لنفسك او انك تقبل نفسك هو مفتاح انك تنجح تغير للي جاي بكل تاكيد. يعني ما ينفعش ان انا رافض لوضعي ومش عايز اصلا افكر فيه ولا اتقبله وانتظر ان انا احدث فيما بعد ذلك تغيير. فنقاط التوقف دي في غايه الاهميه، بعمل له ري اورينتيشن، يعني اعاده توعيه بشكله بوضعه بطبيعه جسمه، وبالتبعيه يبتدي يكون لده مردود نفسي عليه، لان هو هيبتدي كمان نفسيا لا انا كنت في مرحله واصبحت مرحله وبعد كده في كمان تقدم، والتقدم ده يخلي الانسان يشعر بالنجاح تدريجيا. ان انا المجهود اللي انا ببذله باخد منه مردود، مش بس مردود شكلي، ده كمان انا اربطه له ببايو فيدباك رقمي، يعني برد فعل رقمي. انا انتقلت من مرحله سمنه لمرحله سمنه، من نسبه دهون لنسبه دهون، من وضع افاده من جميع النواحي. يعني مش بس التغيير يكون تغيير على صعيد الارقام، لا ده كمان تغيير في شكلك، تغيير في كمان ممكن اربطه له بالانشطه الحياتيه اللي انا في الزياره الاولى بكون عارف ان عنده صعوبات فيها، لان جزء من التاريخ المرضي ان انا اعرف المريض ده جاي لي ليه. يعني يجي لك شكوى كتيره جدا يقول لك انا ما بقتش اعرف اطلع السلالم. طب بعد شهر بعد شهرين اخبار السلالم ايه؟
بتكون لها مردود قوي جدا عند عند الشخص اللي بيحاول ينقص وزنه، لان هو التغيير في اللايف ستايل بتاعه، التغيير في اسلوب حياته اللي طرأ عليه هيكون له دور، وهيكون له دور كبير. تمام، لازم. فمن هنا بنقول قصه ان احنا نعمل المرحليه والمنهجيه في العلاج. علاج السمنة عايز سكوبيوس محمد، يعني عايز رؤيه، يعني مش عايز حد يبص للموضوع على ان هو نظام غذائي ورياضه وشكرا. عايز سكوب، رؤيه نفسيه كامله، رؤيه انسانيه بكل تاكيد. هذا هو الاهم. تمام، يعني مش عايز حد يبص للانسان على انه مجرد ارقام جافه، وزنه كذا وطوله كذا. ده عايز رؤيه. هي مش قاعده، هي مش قاعده بنحطها قدام عينينا نخس ونزيد احنا بشر، روح وقلب وجسد، لازم نراعي ده كله، لازم ده كله يدخل في المنظومه. تمام، لازم ده كله يوظف لخدمه اللي جاي ينقص وزنه. تمام دكتور سام، هذا من الناحيه النفسيه او من العامل النفسي. طب اذا ما تطرقنا لموضوع الامراض العضويه التي من الممكن ان تسببها مرض السمنه بشكل عام، موضوع الامراض العضويه وارتباطها بالسمنه لو احنا هنتكلم فيه فاحنا هنحتاج حلقات وحلقات. بس خلينا اجازا بشكل عام على سبيل الاجمال وليس الحصر، خلينا بس اضرب لك مثال بين ارتباط السمنه وتحديدا السمنه الموضعيه بحاجه زي ارتفاع دهون الدم. ارتفاع دهون الدم دي اللي هي الكوليسترول والدهون الثلاثيه. السمنه خاصه السمنه المركزيه في ارتباط وثيق بينها. يعني ايه سمنه مركزيه يا استاذ محمد؟ عشان بس مشاهدين يبقوا واعيين، السمنه المركزيه السمنه المتركزه في منطقه البطن والصدر، وتحديدا منطقه البطن. البطن دائما بتكون فالسمنه المتركزه في منطقه البطن في ارتباط وثيق بينها وبين ازدياد نسب دهون الدم. ازدياد نسب دهون الدم اللي هو الهايبرليبيديميا ده يتسبب في اربع مشاكل صحيه في غايه الخطوره. ايه هم بقى المشاكل الصحيه دي؟ رقم واحد نتكلم على ارتفاع ضغط الدم، فدي مشكلة كبرى. ارتفاع ضغط الدم، يبقى أنا عندي ارتباط وثيق الصلة بين السمنة، السمنة المركزية، ارتفاع دهون الدم، ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده يعني بنعاني كتير منه، من المصريين بيعاني من المشكلة الكبيرة. للأسف الشديد لا يتم التعامل معاه بشكل جدي، لأن معظمنا بيعتمد على الشق الدوائي ويغفل الشق الغذائي في العلاج. يعني إيه؟ يجي لي مريض ضغط دم وهو بياخد العلاج ومتابع مع دكتور البطن، والدكتور مديله النصيحة وقايل له يا دكتور يا سيد الفاضل لازم تحاول تنقص وزنك وما ينفعش الوضع الحالي، يتجاهل المريض الشق الغذائي. ده حاجة ثقافية، ده ثقافة. يتجاهل تماما الشق الغذائي ويركز على الشق الدوائي فقط، فيبقى العلاج هنا علاج عرضي. يعني نسب الكوليسترول والدهون الثلاثية تعلى عني، الدكتور كاتب لي علاج كويس ينزل لي نسب دهون، لكن المسبب بتاعها لازال موجود. النظام الغذائي الغير جيد. بالظبط، مش النظام الغذائي بس، ده اسلوب الحياه كل الغير جيد. تمام، نيجي لحاجه تانية برضو مرتبطه بالسمنه، نتكلم على امراض القلب والشرايين. ما هو ارتفاع ضغط الدم وترسب وزياده دهون الدم مباشره هياخدوني الامراض القلب. نفس القصة، وفاجئ ان حد بيعاني من مشاكل في عضلة القلب، او حد عنده مشاكل لها علاقة بالجهاز بالأوعية الدموية والقلب، ويغفل تماما دور الشق الغذائي ودور تعديل اسلوب الحياة. رقم ثلاثة، نتكلم على ارتباط السمنة وارتفاع دهون الدم بالجلطات. الدراسات بتقول ان الشخص اللي معامل كتلة الجسم بتاعه فوق 35 فرص اصابته بالجلطات بتزيد فوق 30% عن الشخص العادي، فده رقم مش هين. ارتباط وثيق الصلة، يبقى احنا اتكلمنا عن السمنة، ارتفاع دهون الدم، وارتفاع دهون الدم خدتنا كمان لثلاث حاجات غيرها، ارتفاع الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ارتفاع القلب والشرايين، مشاكل القلب والشرايين، ونضيف عليهم كمان الجلطات. فاحنا كده الأمر في غاية الصعوبة، احنا بنتكلم على حاجة منظومية بتاخدني من نقطة لنقطة أكثر خطورة، من نقطة لنقطة أكثر خطورة، وهكذا. طب النقطة هنا دكتور، في نقطة في غاية الأهمية، وهي فكرة التشخيص الصح أو العلاج الصحيح، مهمة جدا في هذه النقطة. تمام، بس خد بالك ان هنا الدور لازم يكون منظومي. يعني ايه بمعنى؟ يعني لازم انا رحت لطبيب البطنة، طبيب البطنة وجهني ما اغفلش توجيهاته، لان احنا اطبائنا على قدر كبير جدا من الوعي، وبيجي لنا حالات كتيرة جدا موجهة من طبيب البطنة او موجهة من الطبيب المعالج، بيبعتها يقولها لو سمحت يا حاجة حضرتك، او لو سمحت يا سيد الفاضل عندك كذا، حضرتك روح انقص وزنك بجانب العلاج بتاعي. لكن العنصر الثقافي عند المريض بتاعنا هو اللي لسه ربما يكون مفقود لدى العديد من قليل شوية، لانه معتمد على الفكرة الكلاسيكية للعلاج. فلما اقول منظومة علاج، تكلمنا على طبيب البطنة، على مختص التغذية، على المريض نفسه هو بينفذ تعليمات الاثنين ولا لا. ممكن انا احيله لمختص في الرياضة البدنية علشان يحط له برنامج رياضي مناسب لطبيعة حالته،
فهي منظومة، هي سلسلة وحلقات متكاملة مع بعضها لتغطي جميع الجوانب، لكن ما ينفعش ان احنا نعتمد فيها على طرف واحد. على فكرة الكلام ده بقى منظومة الصحة دي موجودة في العالم كله، بقت موجودة في الدنيا كلها، كل واحد شغال في السبيشاليتي بتاعته في التخصص بتاعه يتكلم فيما يعني، وكلنا نساعد بعض لخدمة غرض واحد اللي هو الوصول لصحة افضل. تمام، جميل جدا. فهي فكرة منظومية العلاج. تمام. دكتور اسلام، تحدثنا عن الامراض العضويه، اتكلمنا بس فيها عن ارتفاع الدم. صحيح. خلينا نتكلم عن حاجه هناك تانية. نقطه في غايه الاهميه، يعني هي في ذهني الان، وهي فكره ارتباط السمنه بالسكر او مريض السكر. طيب خلينا قبل ما نتكلم على السكر اكلمك على نقطتين تانيين. اتفضل يا دكتور. على نقطتين تانيين بيكون لهم بالغ الاثر في حياتنا، لان نقطه السكر دي ممكن تكون كبيره شويه وتحتاج مننا وقت. تمام، اتفضل. خلينا نقول اثر السمنه على امراض الجهاز الحركي، خشونه المفاصل وخلافه، خاصه في المفاصل الحامله للوزن. كل كيلو جرام واحد يا استاذ محمد موجود في المنطقه الجزائيه زائد عن الحد هيلقي حمل يعادل من 3-5 اضعافه على المفاصل الحامله للوزن. تاني بعيد المعلومه، كل كيلو جرام من الدهون او كل كيلو جرام زائد عن الحد خاصه في المنطقه الجزائيه اللي هي الثلث العلوي من الجسم، منطقه البطن تحديدا، هيلقي عبء يعادل من 3-5 اضعافه على المفاصل الحامله للوزن، زي الفقرات القطنيه والعجزيه وزي الفخذين وزي الركبتين وزي الكعبين. ودايما حتى دكتور بالمناسبه، دايما اي حد جسمه تخين شويه او مليان شويه عنده سنه يقول لك انا بجد صعوبه في عمليه المشي. تمام، دي واضحة جدا. تمام، ده شيء ينعكس على الحياة فعلا، على الحياة العادية. ولكن خد بالك بقى، لما انا بتكلم على شخص عادي يعاني من امتلاء بسيط وبيقول انا عندي صعوبة في المشي، ما بالك بقى لو انا حد عندي غضروف، لو انا حد عندي مشكلة في ظهري، لو انا حد عندي مشكلة تآكل فقرات، لو انا حد عندي مشكلة تآكل غضاريف، لو انا حد عندي مشكلة خشونة الركبتين، الامر بيكون اصعب واسوأ. جزء فاعل، جزء فاعل من منظومة علاج امراض المفاصل هو انقاص الوزن. بكرر تاني، لو حضرتك بتاخد مضادات التهاب كتير، لو حضرتك بتاخد بواسط عضلات كتير، لو حضرتك بتاخد المواد اللي بتعوض تاكل الغضروف كتير بدون انقاص الوزن، هذا يكون علاج للعرض وليس علاج للمرض. احنا كده ما بنعالجش، احنا كده يدوب بنسكن الاعراض. وبرضو زي ما قلت، عندنا منظومة علاج طبية جميلة جدا في مصر، واغلب دكاترتنا يمكن كلهم على قدر كبير من الوعي، وبيجي لنا حالات كتيرة برضو بنفس الغرض. عنده خشونة مفاصل، عنده ألم أسفل ظهر، دكتور محولني عشان أنقص وزني جنب العلاج اللي هو مش علاج اللي هو مديهولي. يبقى أنا كده حققت منظومة العلاج. تمام، فبرضو أمراض الجهاز الحركي السمنة تلعب فيها دور كبير. خلينا برضو نشير لنقطة في غاية الأهمية، اضطرابات الهرمونات، سواء اضطرابات هرمونات الذكوره او اضطرابات الهرمونات الانثويه، على راسها البي سي او تكيس المبايض، ودي حاجه شائعه جدا. صحيح، تكيس المبايض، خاصه تكيس المبايض الدهني، من الحاجات الشائعه جدا اللي بيبقى جزء فاعل من العلاج بتاعها لاستعاده التوازن الهرموني، وعشان المبايض ترجع لحالتها الطبيعيه. بجانب العلاج الدوائي طبعا لازم يكون معانا انقاص للوزن، لان بيكون دي دور كبير وكبير جدا في استعاده التوازن الهرموني وفي ان احنا نوصل اللي احنا عايزينه. تمام. فدي نقطه لا يجب ان نغفلها، ان السمنه كمان ليها دور في مشاكل الهرمونات وعلى راسها تكيس المبايض. تمام، ده بالنسبه لي ثلاث نقط انا حبيت اوضحهم فيما يتعلق بارتباط السمنه بالامراض. تمام، وهذا شأن جيد جدا. يعني اريد ايضا اتحدث عن فكره، ارجع للخلف والى الوراء، موضوع السكر. يعني من المعروف ان السمنه قد تكون سببا من الاسباب الرئيسيه التي تؤدي الى اعتلال نسبه البنكرياس، ومن ثم من الممكن ان تؤدي الى اصابه بموضوع السكر. ما مدى ارتباط فكره ارتباط السمنه بمرض السكر يا دكتور اسلام؟ خلينا نقول الاول معلومتين بساط. نقول ان المنظمة الدولية للسكر الانترناشنال دايابيتيك فاونديشن بتقول ان 80-90% من الحالات المصابة بسكر النوع الثاني مشخصة كمصابة بالسمنة. ده كده يوضح لك مدى الارتباط الوثيق بين سكر النوع الثاني اللي هو السكر المصاحب للسمنة بشكل عام وبين السمنة. من 80-90% من الحالات المشخصة كسكر نوع ثاني مصابة بالسمنة. تمام، خلينا نقول كمان ان احنا المنظمه دي رفع شعار اسمه بريفنت اوبيزيتي بريفنت دايابيتس، يعني امنع السمنه تعالج السكر او تمنع السكر او تخلي نسبه اقل. تمام، الارتباط وثيق جدا. عايزين مشاهدينا يتفهموا الاتي: بنكرياس بيفرز عندي الانسولين من اللانجر هانز سيلز. البنكرياس ده فايدته ان هو كارير، للاسف الانسولين ده فايدته ان هو كارير، يعني حامل، ياخد الجلوكوز يدخله الخلايا. خلينا نقول ان هو عامل زي ساعي البريد، بياخد الظرف يخبط على الباب ويديهولي. اتفضل.
تمام. فالجلوكوز اللي موجود في الدم، صورة الطاقة النقية اللي واصلة جسمي علشان يدخل جوه الخلايا، خاصة خلايا العضلات وخلايا الدهون تحديدا، لابد له من كارير، من حامل اللي هو الانسولين. ده اللي بيفرزه البنكرياس. طب انا دلوقتي نتيجة لتراكم الشحوم وتراكم الدهون خاصة في المنطقة الجزائية اللي هي منطقة البطن، بيفقد الخلايا حساسيتها للانسولين، يعني ساعة البريد بيجي يخبط ما افتحلوش، فهل انا عمري هتلقى البريد الخاص بيا؟ لا، بكل تاكيد نفس القصه. فمعدل تدفق الجلوكوز ودخوله داخل الخلايا يبتدي يقل، وبالتبعيه نسبته في الدم تزيد. ما هو الكبد عمال يضخ لي دلوقتي، انا عندي الخلايا عماله ترسل اشارات للمخ تقول له انا جعان، انا عندي مشكله جوع. فالكبد عمال يضخ لها في الدم جلايكوجين، جلوكوز، يعني بيحول جزء من الجلايكوجين المخزون فيه لجلوكوز. الجلوكوز ده يروح يدخل الخلايا ما يقدرش، فالخلايا مستمره في ارسال اشارات الجوع، فالانسان والكبد عمال يضخ جلوكوز، وفي نفس فيحصل ارتفاع في سكر الدم. اللي انا حكيته ده كده، المنظومه دي كده كلها على بعضها، المنظومه المعتله اللي حصل فيها خلل دي كده، اسمها ايه؟ اسمها فقدان حساسيه الجسم للانسولين، او مقاومه الانسولين، الانسولين ريزيستنس. انسولين ريزيستنس او مقاومه جسم للانسولين تساوي سكر النوع الثاني. طيب انا عندي الانسولين اللي المفروض يشيل الجلوكوز يدخله الخلايا، تحديدا الخلايا المستهلكه اللي هي خلايا العضلات وخلايا الدهون. انا دلوقتي باجي استخدمه ما بيعملش وظيفته المثلى، بيشيل الجلوكوز وما يقدرش يدخل بالخلايا نتيجه لتراكم الشحوم والدهون، فبالتبعيه نسب الجلوكوز في دمي هتزيد. المنظومه المعتله دي اسمها منظومه مقاومه الجسم للانسولين، او الانسولين ريزيستنس. الانسولين ريزيستنس ده اللي هو سكر النوع الثاني. تمام، اشكرك دكتور اسلام على هذا الشرح الوافي والسهل والبسيط. طيب دكتور اسلام، اريد ان اتحدث عن فكره، هل هناك اطعمه صديقه لمريض السكر؟ يعني في اطعمه من الممكن ان هي يعني مرض السكر تكون بالنسبه له سهله، ولا حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ خلينا الاول نقول ان التغذيه بشكل عام دورها فاعل في كل الامراض بتاعه العصر الحديث، مش بس السكر، الضغط، امراض لازم يكون عندنا لايف ستايل بشكل كويس جدا. تمام، يعني ارتباط التغذيه وارتباط الغذاء السليم ونمط الحياه الصحي بشكل عام، نمط الحياه الصحي طبعا يشتمل التغذيه السليمه، ارتباطها بعلاج الامراض الحديثه وثيق الصله، وما ينفعش ان احنا نمشي في خط ونسيب خط، يعني ما ينفعش ان احنا ناخد لاين من خط من خطوط العلاج ونهمل خط الغذاء او خط نمط الحياه الصحي. مش في السكر ده، في كل الامراض. بالنسبه للاجابه على سؤال حضرتك فيما يتعلق بالاطعمه الصديقه، خلينا نتكلم ببساطه عن مجموعه من الاطعمه اللي المفروض انها صديقه لمريض السكر، يعني ما ترفعلوش نسب سكر دمه بسهوله، والاعتماد عليها في نظامه الغذائي يخلي سيطرته على مرض السكر افضل وافضل. تمام، اول حاجه نتكلم عنها هنا الحبوب الكامله. الحبوب الكامله يعني ايه الحبوب الكامله دكتور؟ الحبوب الكامله وده مصطلح بيتم ترديده كثيرا، يعني الحبايه على حالتها بالنخاله بتاعتها، يعني بدون طحنها، زي ايه؟ زي القمح بالنخاله بتاعته، زي الشعير، زي الصويا، زي الذره. كل ما كانت الحاجات دي فيها نسبه نخاله اعلى، كل ما كان اللي مصنوع منها اكثر قيمه صحيه لمريض السكر. على فكرة مش بس المريض السكر ده، كمان لمريض الضغط، ومش بس المريض الضغط، خلينا كمان نكون واقعيين، دراسات بتقول ان عملية الطحن او عملية ان احنا نشيل القشرة او النخالة تفقد هذه المحاصيل 17 عنصر غذائي في غاية الاهمية. تاني، عملية الطحن او عملية ان احنا نخلص المحاصيل دي من النخالة تفقد هذه العناصر، تفقد هذه المحاصيل 17 عنصر غذائي تقريبا. ف النخالة او احتواء هذه الاطعمة على النخالة بيخلي فيها عدة مزايا لمريض السكر، اللي هي ايه هي بقى المزايا؟ مزايا كثيرة. اولا مادام في نخالة يبقى احنا بنتكلم على نسبة الياف. طب نسبة الياف العالية دي تعمل لي ايه؟ تسهل لي عملية الهضم، تخلي عملية الهضم اسهل. تسهل لي عملية التخلص من الفضلات، تمام؟ فكده انا مش هعاني من مشاكل هضم كتير. تمام، تخلي لي كمان امتصاص الدهون اقل، لان احتواء الاكل على الياف بيخلي امتصاص الدهون في اقل صوره. تمام، وتخليني اشبع اسرع، علشان كده الناس تميل للشبع اسرع مع العيش البني، العيش اللي لونه داكن اللي داخل فيه دقيقه عالي النخاله. تمام، صحيح. فاحتواء الاطعمه دي على النخاله بنسب عاليه يخليها رقم واحد تحتوي على الالياف بشكل كبير. احتوائها على الالياف يشبعني اسرع، يقلل امتصاص الدهون، سرعه الهضم، الهضم يبقى اسرع، يبقى اسهل، وفي نفس الوقت التخلص من الفضلات يبقى افضل. ثانيا، تحتوي على قدر اعلى من الفيتامينات والمعادن، لان انا ال 17 عنصر اللي انا اتكلمت عنهم ما بيفقدوش. رقم ثلاثة، تخلي لي، احنا قلنا ان هي فيها نسبة الياف عالية، فيها نسبة فيتامينات ومعادن اعلى.
قلنا كمان ان هي علشان ما امتحنتش فبتحتوي على كمية كبيرة من حاجة اسمها مضادات الاكسدة. مضادات الاكسدة دي اللي هي مضادات الشيخوخة اللي هي ما بتخليش يظهر على جسمي علامات شيخوخة واجهاد وخلافه. تمام. حاجة تانية غير الحبوب الكاملة. الرز. الرز البني ده من الحاجات اللي لازم يشير اليها جدا في النظام الغذائي الخاص بمريض السكر. استبدال الرز الابيض المطحون بالرز البسمتي او اللي احنا بنقول عليه تجاريا الرز البسمتي او الرز البني اقل احتواء على الجلايكوجين بنسبه 30%، يعني نسبه النشا اللي فيه اقل بنسبه 30%. وده مهم جدا، نسبه الالياف فيه اعلى فيسري عليه ما يسري على اللي احنا قلناه في حاجات الالياف. تمام. خلينا كمان نتكلم على الخضروات الورقيه في غايه الاهميه. ايه هي بقى الخضروات الورقيه؟ خلينا نضرب امثله لو هنتكلم على الخضروات الورقيه فيما يتعلق بمريض السكر. عندنا 3 في غايه الاهميه. عندنا البروكلي والخس والسبانخ. الثلاثه دول تحديدا في غايه الاهميه. اشمعنى الثلاثه دول؟ غنيين جدا بالبوتاسيوم. طب استاذنك يا دكتور، بس عذرا المقاطعه، معانا استاذ احمد. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعت يا دكتور، انا وزني 50 كيلو والطول بتاع 170. وزن حضرتك كام؟ ممكن تعلي صوتك بعد اذنك يا استاذ احمد. الوزن بتاع 50 كيلو. 50 كيلو والطول 170. تمام. فكنت عايز يعني حاجات للاكل، اكل معين كده يخليني يخلي الوزن يزيد. تمام. يعني من ناحيه اسئله ثانيه يا دكتور، ولا حاجه؟ طيب حضرتك يا استاذ احمد اجريت اي تحليلات خاصه بالغدد او الهرمونات مسبقا؟ لا، ما عملتش تحليلات تماما نهائيا خالص على الاطلاق. من الصوت مش سامع حضرتك. ما عملتش اي تحليلات خالص قبل كده خليها علاقه بموضوع النحافه؟ لا ما عملتش نهائيا. طيب انت بتعاني من اي مشاكل صحيه يا استاذ احمد؟ لا ما فيش. في تاريخ في العيله لحد بيتعالج من غده درقيه مثلا؟ لا. في حد تاني من اقارب الدرجه الاولى لنفس العود بتاعك ده كده، نفس النمط بتاع جسمك، النمط النحيف دوت؟ مش سامع يا دكتور. في اي حد من اقارب الدرجه الاولى ليه نفس النمط بتاع جسمك؟ في حد زي كده يا استاذ احمد يعني في العيله؟ لا. حضرتك الوحيد اللي على هذا الحال. شهيتك على الاكل ايه اخبارها يا استاذ احمد؟ قليله. بيكون في رغبه نفسيه في الاكل وبتيجي تاكل قليل، ولا قليله انك انت فاقد الشهيه اصلا؟ لا، بقى فاقد الشهيه اصلا، يعني ممكن اكل مره في اليوم. تمام. يعني حضرتك ما بتكونش اصلا راغب في الاكل، او بالاكل ممكن يعدي عليك وقت وما تتذكروش؟ ممكن يعدي وقت من غير ما اكل. طيب مفيش مشاكل خالص يا استاذ احمد. شكرا يا استاذ احمد. هو بس عشان نبقى منصفين وصادقين، موضوع علاج النحافة محتاج وقت أطول، لأن أنا عشان نتكلم عن علاج حالة زي الأستاذ أحمد محتاج وقت أطول من هذا. موضوع النهاردة موضوع عن السمنة مش النحافة. تمام. فإحنا هنفرد حلقة خاصة إن شاء الله للأستاذ أحمد. طب لو حبينا نديله شوية توصيات بس يا دكتور كده. التوصيات كثيرة. أولها لازم يمارس رياضة، لأنه فكرة فقدانه للجوع دي مشكلة. لازم يمارس رياضة. الرياضة هتدفعه دفعا لأن هو يكتر كميات أكله. يعني ما يعتقدش أنه لما يروح يمارس رياضة هينحف أكثر، لا بالعكس. ممارسة الرياضة هتحفز جسمه أنه يطلب الاكل اكتر فاكتر. فلازم يمارس رياضه، هتحسسه بالجوع فبالتالي هياكل هيزيد. لازم يمارس رياضه. ثانيا، لابد من تثبيت مواعيد للوجبات. ما ينفعش في حاجه اسمها ان انا معود الساعه البيولوجيه الجسم، معود جسمي على توقيت على اكل معين ياكله. فلازم اثبت نظام غذائي بمواعيد. ويبقى رقم واحد هيمارس الرياضه، رقم اثنين هيثبت مواعيد للوجبات. وبالنسبه لحد بيسعى لزياده وزنه، افضل له انه يكون عدد وجباته يوميا من 4 لـ6 وجبات. من 4 لـ6 وجبات مش قصه كتير قد ما هي قصه المفيد اللي انا هاتي على ذكره حالا. يبقى لازم يكون من 4 لـ6 وجبات. بس باختصار دكتور، بس لان الوقت بيدهلنا للاسف شديد. طب اوكي مفيش مشاكل. لازم اكله يحتوي بنسب كبيره على كربوهيدرات، 60% كربوهيدرات، يعني عيش ورز ومكرونه يا ابو حميد في المقام التالي. 10% بقيه العمر ده شامله الخضار. عام. واوعدك ان احنا يا استاذ احمد هنخلص حلقه خاصه ان شاء الله، لان الحديث في موضوعك يحتاج وقت طويل. طب ماشي دكتور اسلام، تحدثنا عن فكره الاطعمه الصديقه، في حضرتك عايز تضيف اي حاجه ثانيه؟ طبعا عندنا في بالنسبه للبروتينات، يفضل لمريض السكر اللجوء للحوم البيضاء والبعد عن اللحوم الحمراء قدر المستطاع. خاصه ان هو لازم كمان يلجا للاسماك بشكل خاص. الاسماك تحتوي على قدر اقل من الجلايكوجين، تاثيرها على سكر الدم اقل كثيرا. تمام. لو برضو بالنسبه لمنتجات الالبان، لابد من مراعاه ان منتجات الالبان اللي بياخدها مريض السكر من النوع الثاني تبقى منزوعه الدسم او مخففه الدسم. لان من احد اكثر الاشياء اللي تاذي مريض السكر من النوع الثاني انه ياخد البان مشبعه. تمام. طب يا دكتور برضو هنتقل سريعا، للاسف بس الوقت بيداهمنا، زي ما في اطعمه صديقه اكيد بكل تاكيد في اطعمه
ضارة لمرضى السكر، ما هي أهم هذه الأطعمة؟ رقم واحد واختصارا اللحوم الباردة، يعني عندنا اللحوم الباردة بشكل عام نظرا لاحتوائها على كمية عالية من الجلايكوجين ونسبة عالية كمان من الدهون، ما يفضلش الاعتماد عليها. الألبان كاملة الدسم، ودي زي ما نوهنا لازم تكون ألبان مخففة الدسم أو منزوعة الدسم. الحاجات المصنوعة من الدقيق الفاخر زي الحلويات والعيش الأبيض لازم الإقلال منها قدر المستطاع، وبالتبعية الحاجات اللي مصنوعة من الفخر يعني. طب للأسف دكتور أنا أكتفي بهذا القدر، يعني الوقت ما حضرتك بيجري بسرعة، وأنا أشكرك على هذه المعلومات القيمة في هذه الحلقة وبسطها لنا، يعني حضرتك ادتها لنا بشكل مبسط جدا، يعني أشكرك محمد. شكرا، ربنا يخليك يا دكتور. وفي ختام هذه الحلقة مشاهدينا الأعزاء لا يسعني أن أقدم كل الشكر والتقدير للدكتور إسلام بردرة أخصائي التغذية والسمنة، شكرا موصول لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم لنا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في بيتنا بيت الرشاقة. لكم مني أنا محمد زهران وفريق البرنامج كل الاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.sahha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahha channel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahha tv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahha tv.